بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 67 من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. طواف الوداع وهو آخر طواف يطوفه المسلم عندما يريد أن يترك مكة ويغادرها، ما حكمه؟ عند الشافعية والحنابلة والأحناف أنه واجب، يجبر بدم، لو لم يفعله يبقى عليه دم، واجب، وأن وجوبه وجوب منفصل عن نسك الحج، يعني الحج كامل انتهى، فده واجب منفصل وليس متصل بالحج، يبقى هو واجب منفصل، وأن من تركه بغير عذر عليه دم، ويسقط عن الحائض والنفساء والمريض. المذهب الثاني وهو مذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية، أنه سنة لا شيء عليه. مذهب المالكية طواف الوداع سنة، فمن تركه فاته الأجر ولا شيء عليه، وهو قول أيضا عند مذهب الشافعية مرجوح. وعلى القول المرجوح أنه سنة عند الشافعية، فيستحب أن يجبره بدم ولا يجب في حقه الدم، بل يستحب فقط، خروجا من خلاف من أوجب. الأحناف قالوا أنه واجب للحاج دون المعتمر، يعني طواف الوداع على الحاج دون المعتمر، يعني لو واحد راح يعمل عمره ما قالوش طواف وداع عند الاحناف، ولكن عند الشافعيه والحنابله طواف الوداع مطلقا لكل من يريد ان يترك مكه ويغادرها، ولو كان مكيا، ولو كانت بلده مكه، كلما اراد ان يغادرها يجعل اخر عهده طواف الوداع، فان اشترى بعده شيء من متاع او هدايا وجب في حقه أن يعيده، فيجعل طواف الوداع آخر عهده، ولكن لا يبطل طواف الوداع بشراء طعام أو حقائب للسفر، يعني الحاجات اللي أنت بتحتاجها للسفر إذا اشتريتها بعد طواف الوداع لا بأس، محتاج شنطة تحط فيها متاعك لا بأس اشتريه، محتاج طعام لأنك جعان مش لا بأس اشتريه، أما شراء غير الطعام وحاجيات السفر يبطل طواف الوداع، يعني ايه؟ يحتاج انك انت تعيده مرة اخرى. وطواف الوداع كسائر الاطوفة سبعة اشواط وركعتي سنة طواف، كسائر الطواف. هذا عند الحنابلة، مثلا عند الحنابلة في ايه؟ اللي هو مطلقا الحاج والمعتمد والشافعية. الشافعية والحنابلة. ولو كان مكيا، يعني حتى لو واحد عايش في مكة ومولود في مكة وطول عمره في مكة وأراد أنه يسافر من مكة يجي يزورنا هنا في مصر في مسجد الأشرار، يبقى عليه أنه يطوف طواف الوداع له، فاهم؟ ولو كان مكيا، يعني مش شرط يكون من الآفاقي، أصل شوف اللي بيقسموا المك يسموه مكي وآفاقي، آفاقي يعني جاي من الآفاق، يعني جاي من البلاد المختلفة، يسموه آفاقي، الفقهاء يقولوا عليه آفاقي، فقالوا أن طواف الوداع ايه في حق المكي والافاقي،
كويس مطلقا عند المالكية عند الشافعية وعند الحنابلة، وهو سنة زي ما قلت لك عند المالكية، يعني برضو المالكي بيطوف طواف وداع برضو بس على اعتقادي انه سنة، يعني كل المسلمين بيطوفوا طواف وداع، لكن ايه بعضهم على اعتقادي انه واجب والبعض الاخر على اعتقادي انه سنة. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 83 بعد 283، يقول حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني كان الناس ينصرفون في كل وجه عندما انتهوا من موسم الحج، فكل واحد كان ينصرف من أي جهة، فالنبي قال لهم إيه لا ينفرن أحد أي يترك مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني مذهب سيدنا عبد الله بن عباس وكذا الظاهرية إن المرأة لو حاضت وأرادت أن تنصرف من مكة عليها أن تمكث حتى تطهر لتطوف طواف الوداع وتمشي، تحبس نفسها تفضل قاعدة، فهم؟ ده مذهب مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس، وأخذ به الظاهرية وخدوا الحديث على ظاهري إيه، لكن حيرد عليهم حديث ستنا صفية اللي احنا هنقراه بعد شوية. وعن أبي قال ويقال إن سيدنا عبد الله بن عباس كان مذهبه كده أولا ثم غيره، يعني كان مذهبه إن الحائط تنتظر، وبعدين لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أسقطه عن الحائط غير مذهبه وإيه وقال إنه يسقط عن الحائط. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس إما لا فسل، ليه كده بالإمالة تتقري كده إما لا فلا فسل بالإمالة القليلة كده لغة العرب كده، سيدنا عبد الله بن عباس قالها كده إما لي فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت، يعني يسقط عن الحائض يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، أم المؤمنين ستنا صفية كانت مع النبي في حجة الوداع كويس، فطاف الطواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي هو طواف الحج، وبعدين جالها الحيض كويس، يعني بعد ما خلصت نسك الحج. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني هتحبسنا، النبي ظن ان لسه ما طفتش طواف الحج طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي هتعطلنا يعني هنقعد ننتظرها، وفي رواية تانية قال عكر حلقة أحابستنا هي، عارفين انت رواية عكر حلقة قال أحابستنا هي، قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يبقى سقط عنها طواف ايه؟ الوداع. وده اللي ايه؟ الدليل اللي يدل على من ايه؟ على الظاهرية اللي قالوا تنتظر الرواية دي. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قالت طمثت صفية، طمثت وعركت وحاضت وضحكت، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى حاضت. قال طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليل. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية قد حاضت بمعنى حديث الزهري. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن، يعني فلا تحبسنا إذن، يعني ننصرف. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى. قال فاخرجن. وعن أبي قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهل، فقالوا إنها حائض يا رسول الله. قال وإنها لحابستنا؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر. زارت يعني طافت طواف الزيارة، وده رد على الملكية اللي كرهوا قولك على طواف الإفاضة طواف الزيارة. يعني الملكية يكرهوا ان يسموا طواف الإفاضة طواف الزيارة، مكروه عند الملكية. الرواية دي ترد على الملكية لأن الشافعية عندهم يجوز تسميه طواف الركن او طواف الافاضة او طواف الزيارة او طواف الحج، كل ده اسماء لحاجة واحدة. كويس. انها قد زارت يوم النحر. قال فلتنفر معكم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقر حلقة إنك لحابستنا. عقر حلقة يعني إيه؟ كأنه عقر يعني فرسه وحلق رأسه حزنا، يعني واخد بالك، يعني زي اللغة المصريين العامية العادية يا دهوتي، عارف انت واحد مصري يا دهوتي يا نهار اسود ايه ده، ادي المعنى. فهمت ازاي؟ فهي كلمة يستعملها العربي ان حاجة ايه جت فجأة ومخالفة لما هو يريده، واخد بالك، وحيضطر يعمل حاجة ما كانش عايز يعملها. فهمت ازاي؟ يقوم يقول عقرة حلقة، فادي معنى الكلمة. يبقى النبي كان بيتكلم بلغة العرب العادية الفصيحة. فهمت ازاي؟ لانه عربي صلى الله عليه وسلم. فقال عقرى حلقة انك لحبستنا. ثم قال لها اكنت افضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. يبقى ولا عقرى ولا حلقة، الحمد لله، يبقى سهل. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش حياء
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. لو فتح لك باب الكعبة يستحب انك تدخل ويستحب انك تصلي جواها وتدعي في كل جانب من جوانبها، والنبي فعل ذلك عام الفتح صلى الله عليه وسلم. لكن الوقت طبعا ما بيفتحوهاش الا لكبار الزوار، واحنا من صغار الزوار، وبالتالي يصعب علينا احنا العوام اللي زي حالتنا ان يدخلها. طب ربنا بقى ايه جبر خاطرنا وتصلي في حجر اسماعيل، حجر اسماعيل كانه داخل الكعبه، فتروح تصلي في حجر اسماعيل وتدعي كانك دخلت. يبقى حجر اسماعيل لصغار الزوار اللي زي حالتنا، وباب الكعبه يفتح لكبار الزوار اللي زي حالتهم. فهمت بقى ازاي؟ والنبي كان يتمنى ان باب الكعبه يبقى الى الارض، ما يبقاش عالي كده، ويتعمل له باب من الجهه الثانيه ويتساب مفتوح على طول، كان يتمنى ذلك صلى الله عليه وسلم. عشان ايه؟ علشان كل الناس تبقى داخله وخارجه عادي، كل المسلمين ياخدوا نصيبهم من الصلاه داخل الكعبه. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مخافه ان العرب ايه تتشائم، لان عاده العرب التشاؤم، يقول لك هو اول ما فتح مكه هدم الكعبه يقوموا ايه يتشائموا. وعشان كده النبي قال لستنا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بهدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم، وادخلت الحجره فيها وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وجعلت بابها الى الارض. ما يبقاش عالي كده زي ما كان النبي عايز اللي يعملها بتصميم كده، يصممها بهذه الطريقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ليه؟ مخافه ان هم يقولوا انتهك حرمه البيت، وبعض القبائل البعيده عن العرب لما تسمع الخبر يصدهم ذلك عن اتباع الاسلام ويظنوا ان المسلمين انتهكوا حرمه الكعبه. قواعد ابراهيم اين يا سيدي؟ قواعد ابراهيم اللي عليها ركن الحجر والركن اليماني، دول على قواعد ابراهيم. لكن من ناحيه حجر اسماعيل قصرت عن قواعد ابراهيم علشان كان بناءها انتهت الاموال بتاعتهم وهم بيبنوا الكعبه، هنيجي نقراها بعد كده السبب. فلما قصر بناءها حوطوا الحجر كده بالحطيم، عملوا كده جدار قصير علشان يبينوا ان ده من مساحه الكعبه. فهمت ازاي؟ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. عثمان بن طلحة الحجبي هو اللي معاه المفتاح، فتح للنبي، دخل معاه طبعا. ودخل مع النبي مين؟ أسامة بن زيد وبلال بن أبي رباح. وراح أول ما دخلوا الثلاثة عثمان الحجبي راح إيه؟ قفل الباب عشان ما حدش يدخل تاني. فهمت؟ قفل الباب، قفل. دخل الكعبة هو صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. فأغلقها عليه ثم مكث فيها. سيدنا رسول الله بقى غاب شوية والناس بره مستنيه، ثم ايه مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمين. رواية البخاري بالعكس، رواية البخاري جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. كويس؟ وفي رواية البخاري جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. فهم؟ جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه. هنا شوف عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. يبقى دخل كده الكعبة ليها بابه، دخل من الباب مشي الجدار اللي أمامه، خلى عمودين على يمينه، لا ما رواية البخاري كده، عمودين على يمينه وعمود عن يساره، وقف صلى ودعا في كل ركن وانصرف صلى الله عليه وسلم.
أسامة بن زيد قال ما صلاش. ايه الاختلاف؟ ممكن لو بصيت ليه من الجهة دي؟ يعني الضبط الضبط لأن جوه مظلمة. ما معلش ممكن ممكن أنا وأنت ندخل نصلي عند سيدنا الحسين، واخد بالك، في مسجد سيدنا الحسين، أنا وأنت نصلي ومعانا ابننا، فابننا يحدد مكاننا فيقوم يغلط في عدد الأعمدة. ممكن تحصل ولا ما تحصلش؟ والدنيا منورة كمان، فما بالك جوه الكعبة ما فيش نور وقفل الباب، واخد بالك، وهم اتنين بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد داخل مشغول عايز يدعي مش عايز يضبط عدد الأعمدة، فممكن يحصل اختلاف. صح ولا لا؟ يعني انا لو سالتك دلوقتي وانت قاعد، انت على يمينك كام عمود وخلفك كام عمود، وديك انت قاعد بقالك ساعتين هنا، هتختلف عليك ولا لا؟ ما بصيتش. يا شفت بقى، يبقى اللي بيدخل ما بيبصش اصلا، فهمت؟ وعلشان كده محتمل الخلاف في الضبط من اجل هذا، لان اللي بيدخل مش هدفه انه يعد الاعمده، ده كل واحد على حسب ما انتباهه التفت اليه، فهمتني بقى المساله؟ المهم هو مشي في اتجاه من باب الكعبة، جعله في ظهره واستمر في الجدار اللي امامه، وجعل عمودين على جهة اليمين وعمود على جهة اليسار. ليه بنقول كده؟ بنرجح رواية البخاري، لان الامة قالت ان البخاري اصح من ايه؟ كتاب، بعد كتاب الله، فناخد رواية البخاري ونستأنس به، فهمتني بقى المسألة؟ ادي الحكاية. لكن لا بأس، بس تدخل يا سيدي وصلي قدام العمود خلف العمود، بس يدخلوك، انا ما عنديش مانع. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى صلى الله عليه وسلم. أو مثلا أسامة بن زيد دخل وسألوا هل النبي صلى؟ قال له لا ما صلىش. وأسامة بن زيد معاه جوه وسألوا بلال، قال لهم أه صلى. شفت بقى؟ ليه؟ لأنه ممكن يكون سيدنا أسامة وقف بقى سرح في الدعاء على ما النبي كان خلص صلاة، فلما خلص دعاءه بص لقى النبي بيدعي ما بيصليش، مش كده برضه؟ فقال ما صلاش. لكن سيدنا بلال فضل جنب النبي قاعد يشوفه، قال صل، وعشان كده يقول لك المثبت يقدم على النافي، فهمت ازاي؟ وهكذا تختلف يعني الامور. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال ابو كامل حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح. المفتاح اللي هو المفتاح، نفس لغتان، تقول مفتح ومفتاح، مفتح ومفتاح. ففتح الباب، قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، مليا يعني وقتا طويلا نسبيا يعني. ثم فتح الباب فقال عبد الله سيدنا عبد الله بن عمر فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الباب تلقاء وجهه كده وصلى بين العمودين، يبقى يعني عرفنا المكان، فهمتني بقى ازاي؟ يعني لا حود يمين ولا شمال، هو مشي كده دخل من باب الكعبه مشي تلقاء وجهه، وقف عند مواجهه الجدار اللي هناك وراح مصلي ركعتين خفيفتين. عرفنا منين خفيفتين؟ ان اسامه بن زيد لم يدركهم، عشان كده اسامه ادرك ايه؟ انكرها، قال ما صلاش، وبلال اثبتها، يبقى انكار اسامه فادنا ان عرفنا ان الركعتين كانوا خفيفتين. شفت بقى فائده المنكر وفائده المثبت؟ فتجيب لك الصورة واضحة، لأن لو كانت طويلتين كان أدركهم سيدنا أسامة زي ما أدركهم بلال، يبقى صلى ركعتين خفيفتين وأطال الدعاء صلى الله عليه وسلم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. سيدنا عمر بقى ابن عمر نسي، قال له كم ركعة يعني، لكن أثبت الصلاة وخلاص. وعن أبي قال وطالما صلى النبي يبقى يجوز صلاة ايه؟ الصلاة داخل الكعب. فذهب المالي الأحناف والشافعية والحنابلة بجواز صلاة النافلة والفريضة داخل الكعب وفي الحجر، وذهب المالكية
بأنه لا يجوز داخل الكعبة إلا النفل المطلق، لكن حتى السنن الرواتب ما تنفعش داخل الكعبة عند المالكية. ورد عليهم الجمهور وقالوا لهم ما تصح به النافلة تصح به الفريضة. إيه ليه خصصت؟ يعني هل أنت في النافلة بتصليها من غير وضوء؟ ولا بتصليها لغير قبلة؟ ولا بتصليها غير ساتر العورة؟ فما تصح به النافلة تصح به الفريضة، فإن صحت النافلة صحت الفريضة. فهمت بقى المسألة؟ ممكن واللي قال عمودين على يساري يبقى بيتكلم من الجهه الثانيه. فهمت ازاي؟ يعني بسط للنبي من جهه وجهه. هتبقى كلمته صح برضه. صح ولا لا؟ فيبقى الحكايه سهله. فالامر بسيط يعني. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقه لاسامه ابن زيد حتى اناخ بفناء الكعبه، ثم دعا عثمان بن طلحه فقال: ائتني بالمفتاح. فذهب الى امه فابت ان تعطيه. فتح مكه بقى ولسه هم اسلموا جديد، امه لسه بقى شحيحه، مفتاح تديهوله؟ فتعطل قاعد يتحايل على امه ما يصحش، الرسول مستني هناك، ارجوك اديني المفتاح. فتاخر على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ تاخر لحد ما راح جاب المفتاح. فذهب الى امه فابت ان تعطيه، فقال: والله لا تعطينيه او لا يخرجن هذا السيف من صلبي. يعني هيقتلوني، يعني هيموتوني لو ما اديتنيش المفتاح، هتضحي بيا يعني؟ قال: فاعطته اياه. ابنها هيموت بقى. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه اليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد ابن زيد. النبي ما رضاش في ايه؟ في عمره القضاء يدخل الكعبه. في عمره القضاء، لانه ما كانش لسه فتح مكه، فكان داخل الكعبه مليان صور واصنام. فالنبي ما دخلهاش عشان كده في الفتره دي، لكن دخلها في فتح مكه بعدما طهرها صلى الله عليه وسلم من كل صنم فيه. ودخلها ايضا ايه؟ يبقى دخوله للكعبه ما كانش في حجه الوداع، كان في الفتح. وعن ابي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلا، يعني أغلقوا، أجافوا الباب يعني أغلقوا الباب طويلا، ثم فتح، فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بين العمودين المقدمين. فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، قال: فمكثوا فيه مليا، ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ورقيت الدرجة فدخلت البيت فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، يعني دخل، ولج يعني دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد، ثم أغلقت عليهم
قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه. شوف أسامة هو قال لم يصل فيه، ده دعا في جوانبه كلها بس ولم يصل فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها أو أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت، يعني في كل جدار أربع جدر مش في كل زاوية. فهمت بقى إزاي؟ أدين ما. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصل. دعا مين؟ سيدنا ابن عباس، لأنه سمع من أسامة بن زيد فهو بينقل، لأنه ما كانش حاضر في الواقع، لم يحضر الواقع سيدنا ابن عباس. فهمت؟ شوف روايات إنكار صلاة النبي الإمام مسلم خلاها في آخر الباب لأنه قدم روايات المثبت على روايات النافي. خد بالك من إيه، من الفن في التصنيف، إزاي هو بيصنف كتابه بدقة وإنه إيه بينتخب الروايات إزاي. ففي روايات مثبتة وروايات نافية وكلها صحت عنده، يقوم يعمل إيه؟ يجعل في صدر الباب المثبت لأنه أثبت زيادة علم، الإثبات زيادة علم، وأخر النافي. فهمت ازاي؟ لانه اقل علما. وكل دي تلاحظها في ليه؟ عشان انت لما تيجي تصنف حاجه تتعلم منهم هذه الدقه، ازاي ترتب الاشياء وازاي تقدم اشياء وتؤخر اشياء، لان الله هو المقدم والمؤخر. ليه الله هو المقدم؟ علشان تتخلق باخلاق تقدم ما هو اهم وتؤخر ما هو اقل اهميه. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. ليه ما دخلش في العمرة؟ علشان كان مليان أصنام، ليه عمرة القضاء كان مليان أصنام وصور وكده، لكن دخله وعمل فتح بعدما طهره صلى الله عليه وسلم. ونقف على باب نقد الكعبة وبنائها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون قل عن ذكري الغافلون.